أنا أبو الهول، أقدم أثر وشاهد أثري في تاريخ الإنسانية كلها. 4500 سنة قاعد مكاني. من ساعة ما وعيت كانت الأهرامات موجودة، كان الهرمين الكبار موجودين. يمكن ما أعتقدش إن أنا اتعبدت كإله أبدا، لكن كان ليا معبد وكانت الناس بتجيلي عشان خاطر تفهم رسالة معينة. الرسالة دي موجودة جوه شكلي بقالها آلاف السنين، وعلامة وميزة مهمة موجودة. أنا فيا الثلاث قوى اللي موجودين في أي إنسان. فيا قوة الأسد الموجودة في جسمي، فيا القوة المادية، وفيا قوة العقل اللي موجودة في الرأس الآدمي. العقل هو العلم، وفي قوة العقيدة، لأن أنا 4500 سنة باصص ناحية الشرق براقب إشراقة الشمس، أقوى مصدر ضوء وحرارة وطاقة موجود في المجرة بتاعتنا، وخلفها بيختفي الأكبر مصدر الطاقة الأساسي في الكون والأكوان، الخالق الأوحد. فضلت دايما بجسد للمصريين أصحاب أقدم حضارة صورة الإنسان كما يجب أن يكون عشان يقدر يلعب دوره على هذا الكوكب كخليفة الله على الأرض. وأيام بتعدي وبشوف قدام عيني فشل الإنسانية في أن تفهم الرسالة دي وتتعامل معها. بتحصل مشاكل وبيحصل دمار وبيحصل حروب، وكأن كل طلعت شمس ما فيهاش جديد، وكأن لا جديد تحت الشمس. لكن اللي اتعلمته في السنين دي كلها ان مفيش طلعت شمس شبه التانية، ومفيش يوم شبه التاني، والاحداث مهما بانت ان هي قريبة من بعضها وشبه بعضها، مفيش حدث مطابق بكل عناصره لأي حدث تاني. عصرت عصر عظيم، كانت الدولة قوية فيه، دولة مركزية عظيمة أيام بناة الأهرام. وبعديها زي ما أنتوا عارفين، بعد كل نصرة وبعد كل ارتفاع لازم تيجي هزيمة، وبعد كل وحدة لازم يجي تفكك. دي سنة الكون. وابتديت أتعامل مع العدو الأساسي، الرمل اللي دايما بيغطيني وبيغطي صورتي. من كتر الأحداث اللي بتعدي عليا ومن كتر الرياح اللي بتعدي حواليا، كان الرمل دايما يغطيني. وبعدين ملوك يتنبهوا ان انا اتغطيتهم بقيتش موجود، فيبتدوا يحرروني من الرمل عشان خاطر لما بطلع من تحت الرمل بفضل اضرب لهم المثل ده دايما وبوضوح، ان العقل والعلم هو مصدر الطاقة الاساسية. وبعد الفوضى الاولى اللي حصلت بعد عصر بناة الاهرام، حصلت وحدة تانية من 4000 سنة، وقدر ملوك مصر من الجنوب يوحدوا مصر مرة تانية وأسسوا الدولة الوسطى، وسموني أيامها شسب عنخ، يعني الصورة الحية للإله. أنا صورة الإله على الأرض، زي ما هي مكتوبة في كتب سماوية كتير، إن الإنسان صورة الإله على الأرض بتحكمه في العقل، في قوة المادة وقوة الأسد اللي موجود جواها. ومن 3800 سنة حصلت الكارثة الأولى في تاريخ مصر من نوحة، حصل غزو، جم القبائل الرعاة الغزاة اللي بيسموهم الهكسوس، والهكسوس يعني الحقاق خسوت بلغتنا، لغة المصريين، يعني حكام الشعوب الأجنبية. الهكسوس لما غزوا مصر قدروا يقضوا على أهم وأخطر قوة لمصر الموحدة، الوحدة نفسها. قدروا يفصلوا الدلتا عن باقي مصر، وحكموا الدلتا واحتلوها. وكان الرمل مغطيني اياميها طبعا، ما كانش حد بيفكر فيا، كله كان مشغول بالوكسه اللي كانت فيها مصر والاحتلال اللي كانت فيه مصر. والزمن بيعدي عليا لحد مملوك تانيين من الجنوب برضو قدروا ان هم يحرروا مصر من الهكسوس وياسسوا الدوله الحديثه من حوالي 3500 سنه. وده كان بدايه عصر ازدهار ليا، لان ولادي من الملوك دول اللي انا كنت المرشد بتاعهم الروحي دايما، ابتدوا يفتكروا امتي، ابتدوا يشيلوا الرمله من حواليا زي تحتمس الرابع،
وزي من وزي من حطب الثاني الملك العظيم اللي قدر ان هو يحررني تماما من الرمله ويبني معبد عشان خاطر يخلد فكره تحكم العقل والعلم في القوى الماديه اللي ممكن تهزم اي انسان وممكن تهزم اي حضاره. وبعد العصور العظيمه اللي انا عشتها ورمموني وعملوا لي قرابين كانت بتتقدم وابتدوا يلفتوا نظر الناس ليا ان انا موجود، الصوره الحيه موجوده، شسب عنخ موجود، او زي ما كانوا برضو بيسموني حورم اخت، يعني حورس الصقر في الافق. الصقر هو الحامي في الافق، انا كنت الحامي بتاع مصر كلها الاف السنين. وبعدها ابتدت تضعف وابتدى يحصل غزو من الشمال ومن الغرب ومن الجنوب ومن الشرق، وابتدت الرمال تغطيني تاني، ابتدى العالم ينساني، وجاء عصر الإغريق، وبعد جاء عصر الرومان، وبعدين جاء احتلال بعد احتلال بعد احتلال، والزمن يعدي والوقت بيعدي والناس نسيتني. رحلة طويلة أنا نفسي مش عارف أرجع لنفسي إزاي. حاولت إن أعيش كويس، حاولت إن أطلع من تحت الرملة، ما قدرتش، بس كان لازم أحرر نفسي، لكن ما قدرتش أحرر نفسي، فاضطريت أستنى لحد ما حد يحررني من الرملة. آلاف السنين بتعدي وأنا واللي قدامي وكل الأحداث اللي بتحصل بعدت الناس عن الإنسانية، وقعت في صراعات، وبسبب صراعات الهوية اللي وقع فيها الناس حصلت أكبر مذابح في تاريخ الإنسانية زي ما بتحصل دايما. كل ده وأنا بحاول أخرج من الغيبوبة اللي كنت فيها، لكن للأسف خدت وقت. وزي ما قلت لكم في البداية، أنا بمثل الإنسان زيكم، أنا مش إله، أنا أنت، أنا أنتي، أنا أنتم، وكل اللي تعرضت له ممكن أي حد فيكم يتعرض له. الفرق بيننا التجربة والخبرة. أنا تجربتي 4500 سنة، كل واحد فيكم تجربته على قد عمره. ومصادفة صار منحدر الحقل في بلد متحفا للهباء، لأن ألوفا من الجند ماتت هناك من الجانبين دفاعا عن القائدين اللذين يقولان هيا وينتظران الغنائم في خيمتين حريريتين من الجهتين. يموت الجنود مرارا ولا يعلمون إلى الآن من كان منتصراً. ومصادفة عاش بعض الرواة وقالوا لو انتصر الآخرون على الآخرين لكانت لتاريخنا البشري عناوين أخرى. أحبك خضراء يا أرض خضراء، تفاحة تتموج في الضوء والماء، خضراء ليلك أخضر فجرك أخضر، فلتزرعين برفق برفق يد الأم في حفنة من هواء، أنا بذرة من بذورك خضراء. تلك القصيدة ليس لها شاعر واحد كان يمكن أن لا تكون غنائية. من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟ كان يمكن أن لا أكون أنا من أنا، كان يمكن أن لا أكون هنا، كان يمكن أن تسقط الطائرة بي صباحا. من حسن حظي أني نؤوم الضحى فتأخرت عن موعد الطائرة. كان يمكن
أن لا أرى الشام والقاهرة ولا متحف اللوفر والمدن الساحرة. كان يمكن لو كنت أبطأ في المشي أن تقطع البندقية ظلي عن الأرزة الساهرة. كان يمكن لو كنت أسرع في المشي أن أتشظى وأصبح خاطرة عادة. كان يمكن لو كنت أسرف في الحلم أن أفقد الذاكرة. ومن حسن حظي أني أنام وحيدا فأصغي إلى جسدي وأصدق موهبتي في اكتشاف الألم، فأنادي الطبيب قبيل الوفاة بعشر دقائق تكفي لأحيا مصادفة وأخيب ظن العدم. من أنا لأخيب ظن العدم؟ ومشى الخوف بي ومشيت به حافيا ناسيا ذكرياتي الصغيرة عما أريد من الغد. لا وقت للغد، لا وقت للغد. أمشي أهرول أركض أصعد أنزل أصرخ أنبح أعوي أنادي أولول أسرع أبطئ أهوي أخف أجف أسير أطير أرى لا أرى أتعثر أصفر أخضر أزرق أنشق أجهش أعطش أتعب أذهب أسقط أنهض أركض أنسى أرى لا أرى أتذكر أسمع أبصر أهدي أهلوس أهمس أصرخ لا أستطيع أئن أجن أضل أقل وأكثر أسقط أعلو وأهبط أدمى ويغمى علي. فوت ولا لسه؟ فوت على حاجة غريبة قوي. فوت كده في الثمانينات ولا حاجة، لقيت منظر غريب قوي قدامي غير اللي كنت بشوفه طول عمري. مجاري ضربة، مية ريحتها وحشة، أنا ما كنتش فاهم إن دي مجاري في الأول، لحد ما واحد من جيراني هناك حبيبي قوي عم أبو حسن ده بلكونته على طول جنبي كده، أول ما فتحت عينيا ولقيت البلكونة بتاعته جنبي كده في نزلة السمان، يعني جيراني بقى كانوا بيجوا يشقوا عليا ويطلوا عليا. قلت له إيه ده عم حسن؟ قال لي دي المجاري ضربت يا بيه. قلت له ما فيش مشكلة إن شاء الله خير. وإيه دول يا عم حسن؟ قال لي دول السياح رايحين جايين علينا، جنسيات مختلفة وناس كتير قوي، والله حاجة جميلة قوي. طب هم عارفيني؟ آه طبعا عارفينك، أنت راجل يعني أبو الهول، يعني أهم حاجة في مصر، يعني أهم حاجة في مصر. قال لي آه، قال لي انت لو بصيت على الفلوس هتلاقيني موجود على الفلوس، لو بصيت على البطاقه انت على البطاقه موجود في كل حته. يا ده مهتمين بيا قوي، بس ايه ريحه الوحشه التانية دي؟ قال لي دي ريحه الجمال بقى والحاجات البيبيهات بتاعه الجمال.
قلت له طب الجمال بتعمل ايه يا نعم حسن؟ قال لي ما عشان بس الناس هنا تسترزق في المنطقه، يعني ما ينفعش ما يكونش فيه، يعني انتوا صارفين كل الفلوس دي يا عم حسن، انا شايف بوليس واقف وكاميرات وتامين والجمال دي بتعمل ايه هنا؟ ما عرفش يرد عم حسن. قال لي سيب الناس تسترزق. قلت له ماشي. طب مين العيال اللي بيبيعوا الحاجات دول يا عم حسن؟ كروت وتماثيل صغيره وبتاع. قال لي دي تماثيل صيني العيال بيجيبوها يسترزقوا بيها هنا كده ويبيعوها للناس. قلت له ايه الصيني دي؟ قال لي دي الصيني دول مغرقيننا في كل حاجه. قلت له يعني دول ايه دول؟ الصين دول تمام يعني؟ قال لي اه دول بتوع مليار واحد، دول نص ولا خمس كوكب الارض يعني. قلت له احنا كترنا قوي كده؟ قال لي اه انت كنت نايم ولا ايه؟ قلت له انا ابيض. طب العيال دول ايه نظامهم يعني؟ طب هم بس بيني وبينكم كانت ايام كويسه قوي، ايام حلوه كده، الناس كانت حباني او الناس اللي بتجيلي تتفرج عليا، خصوصا الستات، احس ان هم مركزين معايا قوي، كان احساس لطيف، كان احساس لطيف. هكمل لكم، يعني شفت كتير قوي لكن لقيت الحاله اتقلبت. يعني انا كنت راس اسد، انا ما كنتش راس اسد، انا راس بني ادم وجسمي جسم اسد، بس كل اللي انا شايفه حواليا الصوره اتقلبت، مش فاهم الناس بتتصرف كده ليه وبيفكروا ازاي كده، مش محكمين العقل ليه كده، وكان الراس بقت راس اسد والجسم بقى جسم انسان، والعقيده اهي تاهت. وكل عام وانتم بخير. طب ايه اللي عمل في الناس كده؟ يعني اللي عمل فيا انا كده مش هيعمل في الناس كده. يا راجل ده انا بفتح عيني كل يوم مع طلعه شمس في وشي الاقي على طول بيتزا هات وكنتاكي في وشي، كل يوم استباحه ربنا كده بيبيعوا للناس الجنك. سالت عم حسن برضو رساني على الموضوع، قال لي بيجيبوا اي حاجه ويعملوا سندوتشات وشركه امريكاني مكسره الدنيا وبتاع وبتلم من الناس الغلاب. قال لي كان زمان الست ام حسن تعمل كده طشه الملوك. قال لي الكلام ده ما فيش خلاص، هي بتبعت تجيب سندوتشات من هناك وخلصنا على كده. قلت له دي عم حسن حلوه ليه يعني ولا الناس؟ قال لي لا يا بتعلي حاجه اسمها لما اخذ الكوليسترول، الكوليسترول ده بيخش كده في العروق فبتسد العروق فما بتتحركش الحاجات جواها فالناس قلبها بتتعب. قلت له يعني ممكن عم حسن برضو العقل ده كده فيه بيخش له برضو دم وبتاع وشرايين؟ قال لي اه ما هو يعني برضو لما مؤاخذة يعني اللي احنا بنشوفه في الاعلام، ما انت معانا بتبص على البلكونه واحنا مطلعين التلفزيون بره كل يوم وجبنا لما مؤاخذة تلفزيون كبير قوي كده برضو عشان تبص معانا، اديك شايف بيعملوا ايه في الناس وبيقولوا لهم ايه. فبيخش بقى الكلام الفاضي ده يخش جوه العروق ويعمل كوليسترول يقفش في دماغ الناس، الناس ما تقدرش تفهم، فكل حاجه وليها كوليسترولها. يعني نحلها ازاي؟ عم حسن مش عارف، عم ابو حسن مش عارف، والواد حسن عمال يكبر كل يوم ويحلو. نايما كان بيضرب كده زي ابوه، ادي حسن وادي ابو حسن، عشان خاطر لما سكنه جنب بيت زهدت وكنتاكي الفتره دي كلها شكلهم اتغير خالص، انا متابعهم بقى من زمان. لكن كانت ايام حلوه زي ما قلت لكم، الستات كانوا هيجننوا عليا. كل شكل لون يا رب. دي ميسيس ماجواير دي من انجلترا، دي فاكرها كويس قوي. الادب فضلوا عن العلم برضه. ايه يا ماما بتعملي ايه؟ بيعملوني معامله غريبه قوي. ايه العنف ده؟ انا مش ابنك يا حاجه. ثبات والاتزان الايطالي. عفقة الماني. نفسي حلوة. تعملي ايه؟ اشكال. مين ده الغلس ده؟
ده جوز الولية الأمريكانية الغلسة، هما الاثنين غلسة زي بعض. الصيني ابتديت أتعرف على الصين بشكل أكتر، ونتبادل ثقافين. بس ساعات بيعملوا حاجات غريبة قوي، ليه بيحط صباعه في عينك؟ معلش اهو ستات لطاف ونجم ومشهور. مشكلة ان هي ما جاتش على الستات بس، خصوصا الصينيين شعب غريب جدا. انا اكتشفت ان الرجالة بتوع الصينيين بيحبوني. طبعا كله كان باصص لي في الموضوع ده، كل المصريين وكل الشباب حابيني قوي بسبب الحكاية دي، شايفيني واكلنا واكلها ولع. مفيش اي مشكله يعني، اللي يعرف يعمل تمثال ويجي يقعد زي يجي يقعد زي ده. انا بدخل عمله صعبه للبلد، شوفوا بقى كم مليار سايح ولا كم مليون سايح بيجوا يشوفوني في السنه ويدخلوا فلوس. الرجاله الصينيين ما كانوش عاتقني برضه، انا مش فاهم الحكايه دي، مفيش اي حياه ولا خشه، وانا ما اقدرش اتكلم اديني قاعد، احنا بندخل دخل سياحي البلد. واذا كانت جت على الرجاله معلش يعني، الرجاله مفهوم ايه دول؟ بس ساعات كان بيجي لي حاجات كده مش قادر افهمها بالظبط. يعني زي جاك غريب قوي، كان يجي كل يوم يقعد يعمل لي كده، اقول له يا ابني عامل كده ليه يا ابني؟ عايز يسمع اي حاجه يا جاك، ما هم حكوا لك انا ايه نظامي، هو برضه كده مفيش. طب يا ابني احكي لك ايه يا ابني، انت فاهم حاجه؟ طب يعني انا انت تفهم بقول ايه؟ قال لي نجرب. قلت له طب اسمع كده، دي اسمها دو يا جاك، دو. تعرف تقولها يا جاك؟ قال لي دو. قلت له لا، دي صول يا جاك، اسمها دو. دو. قال لي دو. قلت له بس يا جاك انت بتقول الصول وانت فاكر ان هي دو ومصدق، يبقى عمرنا ما هنفهم بعض يا جاك. اذا كانت جات على جاك مفيش اي مشكله، طلع لي حاجه ثالثه كده مش عارف بقى ايه حكايته. ده جوني ده كان غريب، بيبص لي بصات غريبه قوي وطريقته مش مظبوطه كده، بس كان لازم استحمله. احنا بندخل عمله صعبه لمصر، عشان خاطر مصر لازم نستحمل ناس كتير. بس اللي تعبوني قوي وما قدرتش استحملهم بصراحه كانوا ولاد بلدي، لان ولاد بلدي بصراحه كانوا قاسيين عليا قوي، كميه غشم انا مش قادر افهم الحكايه دي. ولاد بلدي بقى عارفين بقى مصريين زي المفروض، فاهمين كل حاجه. فقلت اتكلم مع الراجل ابن الحلال ده، هو شبهنا كده يعني. ده مين ده؟ قالوا لي ان هو مشهور، ده تعرفوه؟ ده مشهور يعني، يعني الواد حسن ما ضحكش عليا لما قال لي ان الراجل ده راجل تمام مشهور يعني. تمام. قعدت عم الراجل المشهور ده اقول له يعني انا بقى بما انك انت راجل مشهور فانا عندي بس موضوع عايزك توصله للناس، بما انك بتطلع تتكلم يعني والناس عارفاك، عايزك تفهمهم بقى موضوع الحضاره. عشان قال الحضاره احنا جامدين في الحضاره يا راجل. قلت له بجد والله العظيم انتوا عارفين كل حاجه؟ قال لي اه طبعا انا المصري. ماله ده؟ كريم العنصرين. قلت له بس صلي على النبي. لا انا بتكلم في الحضاره نفسها يعني، انت ايه اللي وداك؟ قال لي بيت المجد بين الاهرامين. قلت له بالراحه بس عشان اروقك، بس نفهم بعض، بس انا عايز بس اكلمك في موضوع تاني. قال لي جدودي انشاوا العلم العجيب. راح اعمل عربه كده عشان اتلخبط. قلت له لا دي مش الحضاره اللي انا بكلمك فيها، حضاره مش بالغنى، حضاره موضوع مختلف تاني. قال لي الحضاره اه عرفت انت عايز تقول ايه. الحضاره مصر اسرها وتلاه بس لن تتيتي، هزمت بالصخر اثقالها وجهاد تتتتتت. قلت له لا مش دي برضو، يعني انا عايز اكلمك في موضوع مهم. قال لي ما انا عارف. الحضاره مصر اسقالها في لالار فسدنت
تأتي قلبها روسي. أنا مش فاهم، كل ما يتزنقوا في حاجة يقلبوها روسي على طول. مش مشكلة يا ما عدى علينا. اللي فرق معايا قوي العيال الصغيرين، ابتديت الاحظ معاهم حاجه غريبه قوي. كل الواد اي عيل صغير تبقى ماسكان ايده كده واقف عامل كده، عمال يعمل لي كده، مش فاهم انا ايه الحكايه دي. كلهم مناخيرهم بتوجعهم، بس بضرب بعناية كده، يا نهار اسوح ما لقيتش مناخيري. ده ايه الشغلانه دي؟ تعالى يا حسن. ايه يا ابني مناخيري راحت فين يا ابني؟ عندكم خبر على الحاجات دي؟ قال لي الدنيا مقلوبه على مناخيرك دي، ده كل الناس هنا بتجيب الناس يكلموهم على موضوع مناخيرك ده، ويقعدوا احكي لهم على مناخيرك. قلت لهم يعني ما بيحكوش حاجه تانية للناس عن بيقعدوا يقولوا لهم كلام يعني، بس موضوع مناخيرك ده الناس مركزه مين اللي كسر مناخير ابو الهول، ويحكوا ويعملوا كتب ويدوروا وده. قلت له والله يا ابو علي انتوا غلبانين وتعبانين قوي، انا مش عارف ايه مالكم اللي حصل لكم اليومين دول، يعني كل الناس مركزه في مناخيري بس. قال لي في مناخيري بس. قلت له ده كده الناس مش شايفه برضو في هتلر اكيد غير شنبه، ما هو اللي مركز في المناخير بس يركز في الشنب بس، واكيد الناس برضو شايفين اي حد بدقن من داعش. صاحب علي قال لي ما هو هي كده، اللي برضو بيركز في المناخير هو اللي بيركز في الدقن. انتوا نظامكم كده اليومين دول يا ابو علي؟ قال لي احنا كده يا استاذ، دي اخر مسابقه ورهاني ابو علي، كانت مكتوب معموله في مجله ناشونال جيوغرافيك، كان الدكتور زاهي حواس وهو معدي جنبه كده اداها له برده عشان يوري له احنا بنعمل ايه للحضاره المصريه، مين اللي كسر مناخير ابو الهول، وكانت جائزتها 2 مليون دولار. يا ترى اللي كسر مناخير ابو الهول واحد ارهابي متطرف من القرون الوسطى اسمه صايم الظهر، ولا المماليك اللي ضربوه التمثال، وخدوا بالك وضربوا التمثال بالمدافع بتاعتهم، ولا نابليون اللي ضرب التمثال بالمدافع بتاعته؟ طب ازاي يعني، ازاي تعدي موضوع المدافع ده طول السنين دي كلها؟ يعني ايه اضرب بمدفع، احط المدفع فين عشان اضرب ازاي في القرن 19 ولا في العصور الوسطى عشان بس المس المناخ؟ انا مالي مين اللي وقع كده بقول تفرق معايا ايه؟ بصوا ازاي بيفرغوا الرمز اللي انا قلت لكم عليه، انا ايه ازاي بيتفرغ من معناه؟ بص الحق مناخيره، بص الحق مش عارف ايه، وانت مش فاهم انا ايه. ابتديت اتعب. حتى الاجانب تعبوني، حسسوني بالتجاهل، وان كانوا عرفوا يستغلوني كويس قوي عملوا من ورايا مليارات. اول حاجه شغلانه السجاير، ما انا ماليش حقوق ملكيه فكريه عشان انا تمثال، فيعملوا مني سجاير، يعملوا سيجاريلو، يعملوا سيجار كوباني. انما الشباب هناك انا مطمن عليهم، لان الشباب هناك شايفيني ان انا راجل كول ومصاحبني خالص، وبيفكروا فيا غير الشباب اللي هنا خالص. هنا محدش هيعرف عني حاجه، اهو عارف ان اسمي ابو الهول وخلاص. لكن هناك بيعلقوا يعني احساس الشباب بيا من وهم صغيرين كده، فلما يجوا لي يزوروني بيبقوا شايفيني بشكل مختلف. اي نعم في الخيال يعني سوبرمان مثلا، انا العدو والغريم بتاعه، او بيعلموا الاولاد برضو ان في اسرار تحتيه وان لازم يدوروا عليها عشان خاطر يبقوا شطار كده، هم بيربطوهم بيا وبيربطوهم بالغموض اللي موجود، او يعملوا قصص بقى في الخيال عن قسوتي ايام المصريين القدماء، ويعيشوا هم الحضاره بتاعتنا ويعملوا لها كرتون وشغالين ماشيين الاجانب دول. والله الاجانب دول كتر خيرهم، يعني بيدخلوا لنا عمله صعبه، ما السياحه الفرخه اللي بتبيض ذهب، كل الناس دي بتسترزق منها اللي قدام عينيا طول الوقت، وفي نفس الوقت اهم بيتكلموا عني، بيتكلموا عني صح، بيتكلموا عني غلط، اهم بيتكلموا عني، بيتكلموا عنه ويحكوا اي حاجات بقى جاي من الفضاء، اهو المهم بيبيعوا. وابتديت انا اللي يطلع شكلي كذاب، وكل لما اكذب تطلع لي مناخير، اهو لقيت طريقه اطلع بيها مناخيري اللي اتكسرت، انا اكذب زي بونوكيو ويطلع لي مناخيره وتطول. اهي اي مصلحه، ما هم دخلوني برضه في اي مصلحه عشان يكسبوا من ورايا، يدخلوني في افلام، يدخلوني في جرافيكس، يدخلوني في العاب كمبيوتر، ما انا شغال
أنا كنز، أنا لقطة، أنا بجيب فلوس، أنا أبو الهول. ده مين ده؟ ده محمد صلاح. وماله محمد صلاح؟ حقه، الواد كويس ويستاهل كل خير. إيه اللي جابه وسط الناس دي؟ يعني اشمعنى جت على جانب الواد زي العسل برضه وعامل شغل عالي قوي. فرنسا بقى عشان نشوف الخواجات بيعملوا ايه، عشان بيدرس لهم هناك تاريخ مصر وبيعلموا لهم صح مصر القديمه من هم صغيرين، تلاقي الواد ده والطقم بتاعه قاعدين شغالين على تمثال ابو الهول من الليمون. الليمون عندهم ليمون كبير كده اللي بيسموه ليمون اضاليا، مش الليمون البلدي الصغير بتاعهم. ويقعدوا طلعان عينيهم عشان يعملوا تمثال جميل عشان خاطر يتربطوا بيا برضه ويفكروا. هم مش عارفين انا معناه المعنى بتاعي ايه اصلا، ولا انا عمري ايه، ولا اي حاجه. بس هناك خدوني صح واشتغلوا عليا صح واشتغلوا بيا صح. والامريكان حبايبي عملوا مني واحد بالحجم الطبيعي، نسخة طبق الأصل مني وأنا صغير بالحجم الطبيعي قدام أكبر فندق قمار ممفيس في كاليفورنيا. وخلي الناس تعيش. شفت أنا بجيب فلوس إزاي؟ مش لمصر بس، أنا بجيب فلوس للعالم كله. قيمتي عالية عند الناس كلها. ممكن برضو يستغلوني في دعاية لأفلام زي فيلم المتحولون ميوتنس، مش مشكلة. وممكن يوهموا الناس كلها ان انا اصلي كائن فضائي وكنت بمثل برضو في ستار جيت. اي سبابيب بتتعمل وافلام عشان برضو ايه الناس تعيش وما تفتكرش معناها ايه، ولا تفهم قوه حضاره مصر دي ايه. او كله تتويه وتفي تتويه، او كله جنك، او كله بيتاكل. وعدي يا عم ما تحطش معاك. انا بصراحه بيني وبينكم اتخنقت. جبت الواد حسن، قلت له ابو علي انت عامل ايه من دول؟ قال لي بقى بدنا باشا دينا باللقط عايشنا، دين الصبح بشوف مين اللي داخل انتخابات مجلس الشعب كده ونروح نساعده في اي حاجه ونهلله ونشوف له اليوفب بتاعته ايه. وبرضه اجي ابيع لي ساعتين ثلاثه هنا والغي امناء الشرطه بتوع وزاره السياحه برضه عشان الدنيا تعدي. وبالليل بشتغل في اي فرح كده، اشتغل نبطشي، اقول كلمتين في الميكروفون ما انت عارفني، لمد وربنت والم النقطه واعمل كل حاجه. قلت له ابو علي انا اتخنقت ابو علي، اطلع على فين؟ قال لي انت بتتكلم جد يا باشا؟ قلت له اه والله انا اتخنقت قوي من البلد دي. قال لي الصين دول ناس حلوه بنكسب من وراهم الشهد ومدخلينك في كل حاجه مفيش مشكله يعني. قلت له صحيح الصين؟ قال لي يعني انت عاجبك اللي بيحصل فيك هنا؟ يعني انت من ساعه ما صحيت كده وشالوا الرمل من حواليك وانت الملقف بتاع كل حاجه، عملوك عم الصابر عشان يثبتوا الشعب ويقول لك خليك صابر زي ابو الهول، ما هو قاعد اهو وبيجيب فلوس برضه، اصبر واشتغل وهات فلوس عشان تبقى رمز مصري، ايه المشكله يعني؟ كل المشاكل عمالين يحطوها على دماغي. قلت له بعدين ابو علي اعمل ايه في الحكايه دي؟ قال لي معلش اصبر شويه، هي حصلت ثوره وان شاء الله خير يعني الدنيا تمشي وتعدي. هادي يا رب تمشي. يمين ابتدت الناس تيجي تتكلم معايا من بعد ما حصلت الثوره دي، كل واحد عايز ياخدني في سكته. رئيس حزب مش عارف ايه جاي يتكلم معايا عايزني اخش ادعمه في الانتخابات واطلع على الدعايه بتاعته. انا لقيت العمليه دي مش نافعه لان الكلام ما عجبنيش، كله عمال يخبط في بعضه وكله عمال يصنف في بعضه وكله عمال يحط القرف عليا انا. انا مال انا؟ أنا مالي أطلع ليه أنا في الصورة بتاعت 31 سنة حكم تعب البلد؟ أنا ذنبي إيه؟ أنا ليه يقارنوه بيا وأنا غرقان في الرملة مش بمزاجي عشان هم عايزين؟ أنا ليه بيعملوا فيا كده؟ ليه بيحطوني في كل حاجة غلط؟ وليه اللي بره بيحطوني في كل حاجة تكسبهم؟ وليه يستغلوني ويقولوا للناس أفكار هي مش جوه دماغي أصلاً؟ وليه يقولوا على لساني حاجات انا ما قلتهاش؟ ابتديت اتخنق، ابتديت ازهق، ابتديت احس ان الطراطير اللي الناس لابساها بتجيبها تلبسها انا عشان ابقى انا لابس طرطور. واذا ابو الهول لابس طرطور يبقى عادي، اي حد لابس طرطور مش مشكله، يبقى كلنا كده ايه لابسين طراطير مع بعضنا. انا بصراحه اتخنقت لان عشت الاف السنين بقى تحت الرمله فوق الرمله في معابد مفيش معابد عارفيني مش عارفيني، لكن عمر ما حد عملني طرطور. انا زهقت واتخنقت. اعمل ايه يا ابو علي؟ انا محتاج باسبور يا ابو علي. تعرف حد قال لي يا باشا نخلص لك الموضوع بالصلاه على النبي انت نجم؟ جرى ابو علي هو اسبوع لقيت الباسبور في ايدي.
مية مية. أنا مواطن مصري مواليد 12/1/2013 قبل الميلاد. قلت له يا جامد جبتها منين دي؟ قال لي لا مؤاخذة يعني، ما أنت عارف بقى إحنا هنا بنسنن يعني إيه بناخدها كده إيه. قلت له سننه أنت كده شوف وزنه بقى هو إيه من سنة كام يعني، وبعدين برضه أنا عملت لك حركة جامدة. قال أنا برضه اخترت لك إيه عشان أنت عارف الناس هنا بقى إيه ليها في المؤاخذة الخرافات والحاجات دي يعني. قال أنا كتبت تاريخ ميلادك 12/1 يعني برج الجدي يعني ترابي عشان تعدي عليهم، إن أنت أصلا حجر فترابي يعني. لو كنت خد بالك لو كنت كتبت مارس كانت وقفت، هيقول لك حوت مائي ازاي بقول لا، عشان تعرف ان هي مخدومه. وبعدين برضه سبت لك مفتوحه في حاجات، الوظيفه ايه؟ تمثال، اشتغل تمثال في اي حته. قال لي انت ناوي تعمل ايه يا باشا بالباسبور ده؟ قلت له يعني اشوف هتمشي ازاي يا ابو علي. قال لي بس اهم حاجه يا باشا ان انا ظبطت لك موضوع الموقف في التجنيد ده، موقفك زي الفل يعني، يعني وطني 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 يعني. طول الله نشوف خير ان شاء الله. دينا هنعمل ايه بالباسبور ده؟ اول حاجه طبعا لما عرفوا ان انا بقى معايا اثبات شخصيه زيهم قال لك بس ده صوت انتخابي مهم جدا، وده لو انتخب ودخل معانا في الحمله الانتخابيه خلاص ده هيعدينا. هو برضه يحط صباعه في الحبر بدل صابعه كده، يبقى في صباعه في الحبر. ومن ساعتها، من ساعه ما سمعت كلامهم وخدت الباسبور بتاعي ورحت انتخبت والدنيا اتقلبت عليا. لازم تقول نعم عشان العجله تدور. نقول نعم، ما هم شايفيني صابر، ويجي ناس تصور معايا وزي الدنيا اتقلبت عليا والميديا ظهرت بقى دلوقتي، ما هو في السياحه ما كله جاي يكلمني. مفيش مشكله، انا قلت نعم كنت مصدق عشان يبقى لي عيش في البلد دي. لحد ما جالي مره واحد قال لي استخبى ده انت هتشوف ايام سودة. قلت له يا عم في ايه؟ قال لي هيهدوك. قلت له نهار اسود ومنايل يدوني فيها يا عم؟ قال لي وائل ابراش جايب واحد معاده. قال لي عارف وائل ابراش ابو شعر ابيض ده اللي بتشوف التلفزيون عندنا؟ قلت له قال لي ده جايب واحد بيقول ان هو هيهد الهرم ابو الهول. قلت له ده جابوه منين ده؟ انت عارف بيقلبوا بقى يطلعوا بقى يخوفوا الناس باي مصلحه كده يعني. قلت له بس يعني هم ايه نظامهم يعني، هم مين جامدين في البلد؟ قال لي اللي ماسكين جامدين معاهم هم من اي مصلحه، فيعني خد بالك برده عشان ايه ما تضمنش برده حرس. قلت له يعني في منه كام واحد ده؟ قال لي هو زيه بالظبط مش كتير، لكن اللي تخزن جوه ناس كتير ان انتم ان انت تمثال وانت كافر وانت قلت يا نهار اسود يعني كل الفلوس دي بتخش وبرضه لسه شايفيني كافر يعني؟ لا فاهمين وبيشغلوني وبيستغلوني ومكفرني يا نهار اسود. نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه في الشغلانه دي؟ انا جالي اكتئاب نفسي. لا بقى في سياح بيجوا يبصوا في وشي والتانيين خايفين عليا لا يهدوني. انا اكتئبت وزعلت ما بقتش عارف اعمل ايه. جالي هشام زعزوع وزير السياحه، راجل طيب كده بيعدي عليا دايما. قال لي معلش يا ابو الهول اصبر. اصبر يا بلور، اصبر يا بلور، اصبر يا بلور عشان خاطر مصر. تقول انا تعبان قوي يا هشام بيه، انا عايز امشي يا هشام بيه. قال لي بكره العجله تدور معنا كلنا وكله يبقى تمام. قال لي خايف يا ابو الهول؟ قوي يا هشام بيه. قال لي عشان خاطر مصر يا ابو الهول. قلت له ماشي يا هشام بيه وانا رقبت المصري يا هشام بيه. بس بيني وبينكم تعبت. تعبت وهشام بيه مش قاعد لي، هو قاعد كتير بس ممكن ما يقعد ليش في اللي جاي. طب ده راجل طيب وبيكلمني، ايه اللي هيحصل بعديه؟ انا تعبت وكنت بقعد اسهر ليالي لوحدي. جابت معايا بقى ايه من زمان قوي
كل الهم والغم اللي انا شفته واكتئبت زي ناس كتير باكتئبت يعني واكتئبت وقلت بقيتش عارف اعمل ايه واقضي الليالي اقول هتعمل ايه يا بلبل انا مش مكمل انا وربنا ما قعد فيها البلد دي خلاص انا تعبت قوي انا تعبت وبصبري معايا اظبط نفسي وامن مع الواد حسن وان شاء الله خير وهو كل امين شرطه 20 جنيه في ايده الصبح ولا كان في اي حاجه حصلت انا موجود وبك سلام عليكم وعليكم السلام انا طالع الصين رحله طويله قوي وانا ماشي سبت مصر اللي بحبها ورحت الصين الواد ابو حسن كان قال لي ان هم عملوا تمثال شبه هناك انا بيني وبينكم وده اللي ما قلتوش لحسن انا اول ما مسكت الباسبور في ايدي رسلت الاثار اصحابي بره قلت لهم ما فيش عندكم اي شغلانه حلوه كده بس اعدي اليومين دول قالوا لي في ابو الهول جديد في الصين لسه عاملينه تمام وجديد بشوكو ما تروح تدربه عشان يعرف يعمل ابو الهول كويس هناك قلت لهم والله فكره مش بطاله ترو ده هيفهم يعني الكلام يعني بس روح اقعد بس اتكلم معاهم الناس الصينيين دول ناس برضو عندهم حضاره قديمه كده وبيفهموا قلت يا مسهل يا معين رحت نازل عليه هناك لقيته شبهي بالظبط قلت سبحان الله الخالق الناطق بس في النظافه هوا نظيف خضره ناس محترمه لا في مجاري ولا في جمال ولا في حاجه وحشه ولا في مشاكل والناس كلها بتيجي بادبها تقف وتمشي بادبها كنت اقعد معاه بالليل بقى احكي له هو ما يعرفش حاجه بس سمع عننا يقول لي طب انتم اقدم حضاره اقول له احنا اقدم حضاره يعني انتوا اقدم مننا اقول له احنا حضارتنا اقدم منكم قال لي يقول لي بس احنا ابتدينا في العصر الحجري الحديث برضو من 9000 سنه كان عندنا زراعه وكده انا دارس تاريخي كويس هقول له يا سيدي احنا عندنا زراعه هنا من 10000 سنه و 9000 سنه في حضارات موجوده قال لي انتوا كده اقدم مننا قلت له ممكن نكون اقدم منكم بكتير كمان قال لي انتوا شايفين نفسكم يعني انتوا ايه دليلكم ان انتم يعني اهم حضاره يعني شايفين نفسكم وعمالين تتنططوا على الناس كلها وخلق ربنا واحنا اهم حضاره واقدم حضاره تفرق ايه يعني وتفرق ايه لو ما اشتغلناش مع بعض يعني لو الدنيا قطعت بينا وما عشناش مع بعض قلت له ما تفرقش كتير هقول لك تفرق في ايه بس انا اقدر اثبت لك ان احنا اقدم حضاره وممكن نكون اهم حضاره الانسانيه وممكن نكون طلعنا من حضارتنا من الاف السنين وزرنا مناطق كتير ونقلنا نور الحضاره ليها او على الاقل تعاوننا معاهم قلت له انت ما سمعتش عن احجار مكتوب عليها بالكتابه المصريه القديمه في استراليا من ايام الدوله القديمه بنات الاهرامات يعني من 4200 سنه قال لي يا راجل قلت له قول لي يا ابو الهول قال لي يا ابو الهول قلت له والله يعني احنا رحنا استراليا رحله كده كانت اتعملت زمان وهم كراس انت عارف ومن 3500 سنه كان عندنا اسطول وكان عندنا علم الفلك اللي نقدر نعدي بيه ونروح امريكا كمان مش صعب علينا يعني بس انت عارف الحاجات دي ملهاش دلائل قال لي انت عندك دليل على الكلام ده قلت له عندي دليل ان الارض دي مختار لان هي كده على الخريطه شبه السماء بص كده النيل قعدت بقى جبت البتاع وقعدت اشرح له قلت له بص النيل ماشي ازاي كده اهو من 4500 سنه بص فوق كده كنا قاعدين بالليل شاف الطريق اللبني اللي هو النجوم الكتير قوي دي قلت له ده نهر السماء واحنا الوحيدين على كوكب الارض اللي عندنا نهر ارضي وعندنا أماكن علامات موجودة بتوافق نجوم زي الأوريون مجموعة الأوريون مجموعة الجبار هم كانوا من 4400 سنة مكان شروقهم فوق الأهرامات الثلاثة يعني احنا عاملين خريطة نجمية يعني احنا كنا من 5000 سنة فاهمين فلك كويس جدا وانا وشي ناحية الشرق ناحية طلوع الشمس ما انا مش هكلمك على الهرم اكيد انت سمعت عليه قال لي سمعت عليه ده انت واضح ان انت قدام بجد قوي قلت له طبعا والقدم ده قدرنا وتاريخنا
قلت له بص تاني كده شايف دول الثلاث نجوم الأساسية اللي في حزام نجوم بيسموه الجبار، اللي هي مجموعة نجوم أوزوريس. سمعت عنه؟ قال لي آه طبعا ده أوزوريس ده. قلت له أيوة اصبر بس عشان ده موضوع كبير. وكان بيشير هنا الثلاثة دول بيشيروا لنجم الشعرة. قال لي أيوة الشعرة سيروس ده نعرفه احنا. قلت له بس انت عرفته الكلام ده بعدين بكتير قوي. قلت له طب انت ايه رأيك بقى ان التقويم بتاعنا المصري القديم كان تقويم نجمي؟ قال لي يا راجل. قلت له قول يا ابو الهول. قال لي ابو الهول. قلت له اه والله العظيم. لا كان شمسي ولا قمري. قلت له اه. نجمي؟ قلت له نجمي. قال لي من كام سنه؟ قلت له من بتاع 5700 سنه عندنا التقويم ده شغال عليه. ومش اي نجمي، ده تقويم نجم الشعرى، تقويم سيرس نفسه اللي مرتبط بالدوره بتاعته. قال لي ده انتم بقى حضرتكم مختاره من الخالق عشان تبقى في المكان ده عشان توزن الامور. انت ما تعرفش ان الهرم ده مركز اليابسه في الارض، كل شيء مدروس يا سيدي ومتصل بالسماء. ده مش الاهرامات بس، ده انت عندك اثار كتير مرتبطه بالخريطه النجميه اللي موجوده فوق. وفي زي ما في نهر في السماء كان في نهر تحت، وكانوا عارفين ده في المتون القديمه بتاعتهم. يقول لك كما في السماء كما في الارض، احنا كنا صوره السماء. عايز علامه وعايز دليل اكتر من كده؟ تعرف زهرة اللوتس؟ قال لي اه طبعا دي مقدسة عندنا في البوذية. قلت له من كم سنة الكلام ده؟ قال لي من 3500 سنة من ايام بوذا. قلت له يا سيدي زهرة اللوتس من 5000 سنة مقدسة عندنا. بلاش بقى ان هي مقدسة عندنا، بص الخريطة مصر كده وادي النيل بالدلتا، هتلاقي ربنا خالقها زهرة لوتس اللي هي رمز النقاء. عايز حاجة تانية اكتر من كده؟ قال لي لا بصراحة انتوا تمام. قلت طب خد دي بقى عندك. ده كانهم كانوا راحوا هناك ورجعوا، او العلم ده خدوه كده وتشربوه بالورقه والقلم من فوق. قال لي يا راجل. قلت له قول يا ابو الهول. قال لي يا ابو الهول. قلت له اه والله العظيم زي ما بقول لك كده. الهرم الاكبر الفتحات اللي فيه متوجهه تجاه النجوم، تجاه مجموعات نجميه معينه. ادي فتحه ناحيه الاوريون اللي اتكلمنا عليه، وادي فتحه ناحيه نجم الشعرى. ويا اخي سبحان الله، نجم الشعرى اكتشفوا سنة 1926 انه نجم مزدوج، يعني اثنين نجمين بيلفوا حوالين بعض في بينهم ثبات وطاقة جذب. الشعرى اللي معروف اللي فيه طائفة في العرب بتعبده اسمهم الصابئة، واللي مذكور في سورة النجم في القرآن انه رب الشعرى. النجم ده مزدوج. طب هم كانوا عارفين ان هو مزدوج؟ اه. طب النجم التاني يعني ده صغير قوي كده؟ اه ده صغير قوي كده. ده جالون منه وزنه 50,000 طن، يعني أنت لو جبت جالون من المادة بتاعته اللي هي مضغوطة دي وزنها 50,000 طن، ودي اللي بتوزن النجم تخليه يلف بشكل سليم. سيروس A وسيروس B. قال لي ما عادي ممكن تكون صدفة يعني. قلت له صدفة؟ طب إيه رأيك بقى أن الناحية التانية في حاجة، في ممر بيشير لمجموعة الدراجون أو التنين؟ قلت عارفها؟ قال لي اه طبعا دي احنا ظابطين عليها، المعبد الكبير اللي في كمبوديا اكبر معبد في العالم، العناصر بتاعته مظبوطه على نجم على مجموعه التنين دي وشبهها بالظبط، ما احنا برضو بنعرف فلك. قلت له طب خد دي عندك بقى. النجمه دي اسمها نجمه الدبران اللي في ممر تاني رايح لها، والدبران دي اللي في مجموعه الكلب، لا مؤاخذه انا اسف، اللي في مجموعه الجوزاء نجم مزدوج برضو. يعني هنا نجم مزدوج وهنا نجم مزدوج. ده قعدوا يشبهوا عليه لحد سنة 26 لحد ما حللوا الطيف بتاعه عشان يفهموا الموضوع ايه، عشان يعرفوا ان ده نجم مزدوج. هتقول لي دي صدفة؟ الناس دي بتشتغل بالصدفة. قال لي طب انتوا ايه اللي عمل فيكوا كده، وايه اللي سيبك بلدك وجابك هنا؟ قلت له اقول لك، رحلة قديمة قوي اما صحيت في عصر الإغريق واليونانيين، لقيتهم كانوا ستفوا أمورهم خلاص، بعتوا شوية شباب حريفة من عندهم في القرن السابع والثامن قبل الميلاد، في فيثاغورس وأفلاطون وصولون مؤسس الديمقراطية، وجم اتعلموا عندنا في الجامعات المصرية ودرسوا عندنا العلوم وتعلموا العلوم الروحية والعلوم المادية وطلعوا بيها على أوروبا، وابتدت تتكون مجموعات مغلقة للعلم. أهو العلم بتاعنا اتنقل لهناك. قال لي يا سلام، يعني انتوا الكهنه بتوعكم مش هم اللي خبوه عشان الناس ما تعرفوش؟ قلت له طبعا العلم
آلاف السنين موجود في إيد العلماء اللي كانوا رجال دين في نفس الوقت. قال لي يعني الشعب ما خدش منه حاجة، قلت له الشعب كان بياخد على قده، عشان العلوم كانوا وصلوا لمرحلة في الاختزان وفي العلوم المركبة كان فيها حاجات ممكن تضر الناس لو تعرفت. قال لي ازاي يعني؟ قلت له يعني انت لما تلاقي تركيبة قنبلة نووية أو قنبلة كيميائية على الانترنت وابنك يعرف يخش يركب يعمل سلاح ويعرف يعمل قنبلة على الانترنت، هل ده كلام كويس؟ قال لي لا مش كلام كويس. قلت له شفت ان مش كل العلوم المفروض تقع، ما تقعش لو ما وقعتش في الايد الصح تبقى مشكلة كبيرة علينا عشان الانسانية؟ قال لي اه. قلت له هم كانوا عارفين بيعملوا ايه كويس، وفضل العلوم بتاعتنا موجودة جوه دوائر مغلقة ما بتطلعش. قال لي طب انتوا كنتوا فين بقى المصريين؟ قلت له كنا في الاحتلال، احنا تحت احتلال، احتلال روماني بعد كده فتح العرب لمصر وبعد كده احتلال في احتلال في احتلال. انا اقعد اعدلكم ده هي احتلال من ايام القرن التاسع قبل الميلاد لحد جمال عبد الناصر، اهو احتلال اجنبي، مفيش حاكم مصري، ابوه وامه مصريين، مسك قبل جمال عبد الناصر من ايام اواخر عصر قدماء المصريين مصري، محمد نجيب حتى كانت والدته سودانية. يلا يعني الليلة مقفولة. قال لي يا ده انتوا حظكم صعب قوي. قلت له والله كله بيرجعنا لورا بقى عشان انت ما ينفعش نفهم الكلام. قال لي ده اوروبا اتقدمت قوي على كده عنكم. قلت له اصل احنا مركزنا صعب وموقعنا صعب، كل الاديان بتطلع في المنطقة بتاعتنا، اليهودية والمسيحية وبعدين الاسلام، وانت عارف الاسلام دين قديم اصلا من ايام ادم. قال لي اه ده شغلانة، وانتوا بقى ملعب الاحداث. قلت له احنا ملعب الاحداث واحنا الميزان بتاع السلام ما بين الاديان وما بين الحضارات. قال لي يعني انتوا فعلا ممكن تبقى ميزان؟ قلت له طبعا احنا ممكن نبقى الميزان. قال لي ازاي؟ ما احنا حضارة عظيمة. قلت له جنوب امريكا برضو عندهم حضارات عظيمة، الاستك وال اسمهم ايه التانيين اللي في جنوب امريكا والمايا، قلت له حضارات عظيمة برضو بس احنا مع بعض كلنا بنعمل حاجة جميلة. قال لي ازاي يعني؟ قلت له احنا اقدم ناس صح؟ قال لي اه. قلت له يعني احنا الدو؟ قال لي اه. قلت له وانتوا ممكن تكونوا المي؟ قال لي اه ممكن نكون المي. قلت له جنوب امريكا ممكن يكونوا الله؟ قال لي اه صح، ده جنوب امريكا ممكن يكونوا الله معانا. قلت له يعني احنا اما نصحى تاني وحضرتنا ترجع تاني احنا هنقفل بالدو؟ قال لي اه. قلت له يعني انت ما تسمع كده؟ قال لي اه. قلت له متوافقه النغمه مع بعضها؟ بدايتنا ونهايتنا وانتوا معانا في النص لما نشتغل مع بعض؟ قال لي اه. قلت له هو ده الموضوع، عشان نبقى بنلعب كلنا تآلف واحد ممكن نبقى نغمه بنشتغلها مع بعض. المهم ابتدى يتوه مني هناك. قال لي طب انتوا ايه اللي وصلكم لكده؟ انا سامع ان عندكم مشاكل جامده قوي اللي خليتك تسيب مصر. قال لي في طيارات متطرفه وبتاع ابتدت تشتغل ضد طيارات متطرفه تانيه ومدخلين الجيش في النص وشغلانه، انتوا ايه حكايتكم بالظبط؟ هي ابتدت امتى الزرعه بتاعت ان انتم كفره بتاع والفراعنه؟ قال لي انتوا عشان قصه فرعون دي هو كان عندكم؟ قلت له يا عم هو 570 ملك انت جاي على دي وتقول لي عشان كانت عندكم؟ هي متفصله لنا. قال لي متفصله لنا ازاي؟ قلت له متفصله لنا عشان نفضل نقع في بعض على طول بسبب الحكايه دي. قال لي طب ما تفهمني كده عشان مش فاهم. قلت له افهمك، بس قبل ما نسيب الفلك وافهمك عايز افهمك ان الموضوع كبير قوي، يعني اكبر ما احنا متخيلين شويه. الناس عندنا في مصر القديمه كانوا بيفهموا بابعاد فكريه مختلفه، يعني هما كان في ناس البسطاء والعاديين فاهمين ان في قصه الخلق بتاع قدماء المصريين كان في اله اول اسمه اتوم رع خلق الهواء اللي هو شو جزء من الماده والرطوبه اللي هي تفنوت، والاثنين لما اتجوزوا شوف تفنوت جابوا جب ونوت اللي هما السماء والارض، ولما السماء والارض شو ما قدرش يشيل السماء يبعدها عن الارض كتير وقعت نوت على جب واتجوزوا وجابوا اربع اولاد اللي هم ايزيس واوزوريس وست ونفتيس. حلوه الحدوته دي؟ قال لي اه حلوه. وقلت له اوزيريس ده رمز الخير وست رمز الشر والصراع بينهم، ده بيدي امل للبشريه في ان الخير يقدر يحجم الشر.
قال لي ده كلام حلو قوي. قلت له لكن كان في بقى مستوى تاني خالص عند رجال الدين الكبار اللي هم فاهمين ان مصر خريطة السماء على الارض والنيل بيقابلوا فوق طريق درب اللبانة اللي هو المجرة بتاعتنا، كانوا شايفينها بشكل تاني، كانوا شايفين ان الاله الخالق اللي هو كان بالنسبة لهم ما وراء الشمس اللي هو وراء كان حاكم المادة بحيث ان شو وتفنوت اللي هي المادة، مادة طاقة النور ومادة طاقة الظلام اللي هي المادة السوداء اللي بتوازن المادة اللي قلتوا انت معايا فاهمني ولا ابتديتوا مني؟ قال لي اه طبعا ما انا فاهمين، احنا الصينيين من زمان ان الكون فيه مادتين، مادة الضوء ومادة الظلام، والثقوب السوداء هي مادة الظلام، وان احنا ما نقدرش نمسك اي جزيء من مادة الظلام عشان كده مش قادرين نحللها. قلت له طب تمام، يعني انت متابع لحد دلوقتي؟ قال لي اه طبعا انا متابع. قلت له زي الفل، يبقى المنطقة في النهر السماوي اللي موجود فيها شو دي كانت مجموعة نجمية، وكانت تفنوت مجموعة نجمية تانية، وأوزيرس أو أوزوريس كان هو الأوريون، وكان في جب في المنطقة دي مجموعات النجمية هنا، وكانت نوت هنا، فكان في أبعاد مختلفة لفكرة السماء، مش مجرد الفهم الأرضي العادي للسماء والأرض والهواء والرطوبة، لا ده كان في فهم فلكي أكبر من كده بكتير قوي. قال لي تصدق أنت دورت لي دماغي. طب آخر حاجة بقى أسألك عليها، أنتوا إيه أكبر ميزة يعني في حضرتكم اللي أنت بتتكلم عليها عشان خاطر تقدر تقنعني أن أنا أتدرب على إيدك وأبقى أبو الهول سيني صح؟ إيه ميزتكم؟ طلع كان عندنا أهم وأقدم نظام عدالة معروف في تاريخ الإنسانية اسمه ماعت. أنتم عمركم في الحضارة الصينية ما كان عندكم نظام عدالة بيطبق بالشكل ده، ونظام في السيمترية بيطبق في الشكل ده، وما كانش فيه حضارة على الأرض عندها قوانين للعالم ده والعالم الآخر زي الحضارة المصرية القديمة. قال لي دي شغلانة. طب وبعدين انتوا هتكملوا ازاي على كده؟ قلت له حاجة من اتنين، يعني نكمل نفضل باصين للنجوم واحنا مش فاهمين حاجة، نبتدي نفهم المشاكل جاية منين ونصلحها. قال لي طب ايه المشاكل بقى، احكي لي جت منين؟ قلت له انا كنت نايمين في امان الله، والحضاره المصريه القديمه اهي ماتت واستريحت، والاوروبيين استريحوا منها، وابتدى العلم بتاع حضاره المصريين القدماء يبقى كده موجود ومقفول في دوائر مقفله كده على نفسها، علماء كبار قوي عارفين قد ايه الحضاره المصريه ادت وقد ايه الحضاره المصريه طلع واتسرقت منها برديات كتيره جدا كان فيها خير للانسانيه كلها، ومش المصريين بس اللي اتسرق منهم، لا ده العرب اتسرق منهم، 500,000 بردية ومخطوط عربي طلعوا لأوروبا في العصور الوسطى وما قبلها من بعد الحروب الصليبية عن طريق أبرس وعن طريق البندقية وأماكن تانية، احنا اتشطبنا لأن فوق في أوروبا ما فاهمين انت ما تمسك العلم خلاص. حصلت بقى المشكلة ان تم اكتشاف الحضارة المصرية القديمة وتم فك الرموز بتاعه الكتابه، وهتبتدي تصحى وهتبتدي اولادها يبتدوا يفهموا الرمز هيبقى ليه قيمه، والناس هتبتدي تفهم ويبتدوا يصحصحوا لحضرتهم. شامبليون لما اكتشف الموضوع ده وقدر يحل الموضوع ده في عشرينات القرن ال19 كان كل ده تحت سيطره الاجانب، مفيش مصريين كانوا داخلين في الشغلانه دي كلها خالص، فتعمل علم المصريات علم اجنبي. انا لقيت ابو الهول الصيني قاعد متنح لي كده، قال لي يا نهار ابيض مفيش مصريين خالص كانوا داخلين. قلت له كلهم يا فرنسويين يا انجليز يا المان، ولسه كانوا الامريكان بيقولوا صباح الخير، يعني كانوا ابتدوا يخشوا في الموضوع ده عشان خاطر يبتدوا يحكموا السيطره على الشرق كله، وعشان خاطر اي اسرار تطلع بدري بدري كده الموضوع ايه يتستف، عشان خاطر المفروض الشعب ده ما يفوقش. قال لي يعني المصريين ما خدوش فرصه؟ قلت له ده طلع عينهم عشان يبتدوا بس حد يقول لهم اي حاجة. انتم تعرفوا مين ده؟ احمد باشا كمال. ده اللي احنا ما نعرفوش دلوقتي، ده ابو الاثريين المصريين، اعظم قصة كفاح اتعملت، وقصته لوحدها تبين لنا هو التطرف اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده جه منين.
التطرف مش جاي من بره بس، مش جاي من الارهاب صينيه امريكا من بره علينا بس، لا ده الموضوع مزروع هنا ومن بدري. تعالوا نشوف اتزرع ازاي. احمد كمال مواليد 1851، نبغه، نخبه، النخبه، النخبه اللي يتقال عليها نخبه، كان من نخبه المجتمع. 1851 كانت هيئه الاثار المصريه لسه يا دوبك بتتعمل، مسكها سنه 1855 مريت باشا. سمعتوا عن مريت باشا؟ امر باشا ده حاجه عظيمه طبعا، ده هو ده اللي عمل المتحف المصري، وهو ده ابو الاثريين، وجا بعديه كمان مزبيرو. عارفين شارع مزبيرو ده؟ دي دول بقى اباء علم المصريات. احمد كمال لما خلص ثانوي ودخل بعد كده مدرسه كانت عملت اسمها مدرسه اللسان المصري القديم، كان عاملها عالم الماني محترم اسمه إيميل بروكش، اللي هو اسمه جنبه ده، ده كان ألماني محترم عايز يدخل ولاد البلد في الموضوع، فكانوا بيشوفوا النوابغ ومنهم أحمد باشا كمال ده. أبو الهول الصيني راح معايا بقى في الحدوتة وابتدى يسمع ويتفرج. قلت له أحمد باشا كمال كان بيتكلم عربي، إنجليزي، فرنساوي، ألماني، تركي، ودرس اللغة القبطية واللغة الحبشية في مدرسة اللسان المصري القديم. قال لي هم سموها اللسان المصري القديم مش الفرعوني؟ قلت له لا، الأثريين المحترمين بيسموها المصري القديم مش الفرعوني. قال لي ليه؟ قلت له هتفهم يا أبو الهول، بس واحدة واحدة عليا يا عم الصين أنت، أما الأصل يكلمك اسمع بس عشان تفهم. قال لي ماشي قول يا عم. أحمد كمال باشا اتخرج عايز يشتغل بقى في الاثار. ماريت كان رافض تماما الموضوع ده، مفيش اي حد من ولاد البلد مسموح له ان هو يشتغل في الاثار. فرنساويين كانوا قافلين قفله مستحيل حد يعرف يخش جواهم. ليه؟ هنعرف. المهم عشان تعرفوا الراجل ده هدفه كان عامل ازاي، تنكر لكل اللي اتعلمه وراح قدم على وظيفة كاتب في مصلحة الآثار، وأنكر أنه يعرف أي حاجة عن اللغات أو الآثار. قال لهم أنا ما أعرفش أي حاجة، أنا جاهل، شغلوني عايز، أنا بعرف أقرأ وأكتب بس شغلوني معاكم، عشان عنده رسالة. وراح اشتغل هناك لحد سنة 1873، اتعين من الخديوي إسماعيل تحت ضغوط كبيرة جدا شعبية على الخديوي اسماعيل، اتعين مساعد امين المتحف المصري اللي كان في بولاق ساعتها، وفضل لحد ما بقى عنده 60 سنه ده منصبه بضغط من الخديوي اسماعيل. ماريت يعمل ايه بقى؟ عشان خاطر عايز يطرد كل الشباب اللي دخلوا، عايز يقفل اصلا مدرسه اللسان المصري القديم دي عشان المصريين ما يفهموش حضارتهم. يقوم يعمل مؤتمرات ويلم فيها رجال الأزهر على القناص الأوروبيين، ابتدى يوعز للعلماء المسلمين وعلماء الأزهر بإيه؟ إن الأثار دي كفر. بص ماريت بيعمل إيه؟ بيقولك الأثار دي كفر، وده دول بتوع فرعون موسى الكافر، دول القدام الكفرة، دول إزاي مسلمين زيكم يشتغلوا في الحكاية دي؟ دول اللفندية اللي جايين ومتعلمين برا دول، ولا متعلمين هنا وبيكلموا لغة المصريين القدماء، دول مسخ، ده مخالف لدينكم، خلونا احنا نشتغل احنا في الحكاية دي، احنا كده كده خواجات أوروبيين. والله العظيم زي ما بقول لكم ده كان بيحصل، والكلام ده كلامه من محضر مكتوب في مؤتمر، ان المصريين جميعا لا يحبون الآثار القديمة، لذلك يجب إبعاد أولادهم عنها لأنها لا تتماشى مع معتقداتهم الدينية المحافظة. حلاوتك ده من سكة نابليون بونابرت، فاكرين الجواب اللي بعته نابليون بونابرت للمصريين وقال لهم أنا اسمي محمد بونابرت وأؤمن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واشتغلهم نفس القضية، بيعرفوا يتكلموا ويظبطوا. وحتى لا يدمر الشباب المصري تلك المقتنيات الأثرية السمينة الرقيقة، فعلينا نحن الأوروبيين العمل بها للحفاظ عليها. احنا جايين نحافظ عليها، احنا أوروبيين. لما الموضوع زاد عن حده مزبيله ابتدى يدوس اكتر على الخديوي اسماعيل، وابتدى مع تسخين رجال الدين بتوع الازهر على الاثار، طبعا ده بيخدم مصلحتهم، هم عاملين يسرقوا اثار ويهربوها على بره، كل ده كفر كفر، هات طلع الكفر ده بره،
نظف البلد من الكفر ده، دي حاجات مخالفة لمعتقداتكم. لدرجة ان في افتتاح متحف بولاء 13 اكتوبر سنة 1873 لما راح الخديوي اسماعيل، ابتدت الدوائر كلها تنشر الإشاعة ان الخديوي اسماعيل ما دخلش المتحف لعدم افتتانه بالمقتنيات اللي موجودة، وقف في الحديقة برة كي يحافظ على إسلامه ويؤمن برضو بالكفر اللي موجود جوه ده، عشان ماريت يظبط ويعبي وقناص الدول الأوروبية يلموا الأثار ويطلعوها على برة. ده ماريت باشا. ابتدت تتفضح امتى بقى والريحة تبقى جامدة قوي؟ سنة 1881. شفتوا فيلم الموميا؟ فاكرين خبيئة المومياوات؟ سنة 1881 تم اكتشاف خبيئة المومياوات اللي فيها 40 موميا ملكية، منها مومية رمسيس الثاني. ده اللي تمام. اللي ما بيتقالش كتير ان الخبيئة دي معروفة من سنة 1871، 10 سنين اقدم من 1881. والعشر سنين دول قال عبد الرسول في الصعيد، في القرنة، في الأقصر بيسرسبوا منها، مش مومياوات، اصل الموميا دي هتنقلها ازاي، بيسرسبوا منها مجوهرات ذهبية، قلائد ذهبية، ورق بردي. متخيلين الورق البردي اللي ممكن يكون مدفون مع الملوك كان ممكن يكون فيه أسرار عاملة ازاي؟ بيقولوا ان 93 بردية فيها أسرار خطيرة جدا عن حضارة قدماء المصريين وارتباط حضارة قدماء المصريين بالأديان وبالإصلاح اللي حصل للأديان وبزيارة سيدنا إبراهيم لمصر. وممكن يكون القصة الحقيقية مين هو فعلا فرعون، كل ده كان ممكن يكون موجود، كل ده في خلال 10 سنين بنهب منظم من خلال قنصل السويد ومن خلال ناس تانية متعاونة معاه كانوا بيلموا الحاجات دي ويطلعوها على بره. مين بقى اللي لبس القضية كلها؟ طبعا قال عبد الرسول. هم دول الشر المطلق، يا سلام، دول هم حرامية الآثار، دول هم اتصلبوا في التاريخ. مين اللي اشترى منهم؟ محدش اتصلب من اللي اشترى، صح؟ عادي يعني، عشان دي السيطرة، عشان كل المعلومات دي تبقى عندهم. والدليل على كده، الدليل على الإسقاط، ان هم اول ما ماريت ماسبيرو اللي كان موجود ساعتها، اول ما ماسبيرو كان جاب عدي سنة 1881 كان ماسبيرو هو اللي ماسك مومية رمسيس الثاني، اول ما تلقت وتحطت في المتحف المصري كتب عليها الليبل مومياء الملك رمسيس الثاني يعتقد انه فرعون الخروج، عشان يقول لي بتوع الازهر اهو لقيناه الكافر اهو، شفته موجود في المتحف، ياه المتحف فيه الفرعون الكافر، كفروا كل المصريين اللي بيشتغلوا في الاثار وسيبوها لنا احنا بقى نشتغل فيها. والمصيبه الثانيه طلعت لما تسال اي حد هو مين فرعون موسى، على طول حافظين ده طبعا بيخدم جدا الصهيونيه المتطرفه واغراضها، بنديها لهم هديه على طبق من ذهب ان هم يحددوا مين، كذب وفريه ان هو رمسيس الثاني، بس عشان خاطر يلاقوا لهم مكان هنا ويلاقوا لهم مكان في حضرتك ويشوهوا اهم فرعون مصري عندك. طب مين البديل بتاع رمسيس الثاني اللي بيقولوا عليه فرعون الخروج؟ مين؟ من انبتاح، ابن رمسيس الثاني. اول ما ملقوش موميه من انبتاح في الاربعين دول قال لك بس يبقى هو فرعون موسى بقى من انبتاح، لان اكيد هو غرق في البحر زي ما التوراه بتقول. يوم شاء السميع العليم سنة 1898 في مقبرة أمنحوتب الثاني في البر الغربي تكتشف خبيئة مومياوات تانية فيها مومية مرنبتاح. بص الشغل شغال ازاي، اي حاجة عايزين فرعون موسى ده يلاقوه بأي طريقة. ويبتدي الكره ده يتغلغل وبيتنقل للحضارة المصرية القديمة من أجيال علماء لأجيال علماء تانية. بتلاقي ناس درس أثار في كليات أثار وشايفة أن ده كفر، وشايف بسطحية غير عادية وكأنهم أباء علم المصريات بيحركونا لحد دلوقتي بالريموت كنترول. والغريب جدا أن واحد زي بروكش اللي احنا شفناه ده اللي تعب جدا عشان خاطر يدخل أحمد باشا كمال المدرسة، واللي تعب جدا عشان أحمد باشا كمال يقدر يعمل حاجة اسمها فرقة الأثار في كلية المعلمين العليا عشان يطلع من ولاده اللي اتعلموا سنة 1912 وتخرجوا الأول دفعة
الأستاذ سليم حسن اللي هو نظف الرمل من حوالي سنة 1936 وبالهول اللي انتوا شايفينه دلوقتي اتشال من حوالي الرمل على ايد سليم حسن. دول العلماء المصريين. بروكش ده ما حدش يسمع عنه، لكن كله يسمع عن ماريت باشا. تخش المتحف المصري تخش تلاقي تمثال ماريت باشا وتماثيل صغيرة كده نصفية لعلماء وأباء علم المصريات. أحمد باشا كمال موجود جواها؟ لا لا مش موجود، هم أجانب بس اللي موجودين. أحمد باشا كمال اللي من غيره ما كانش المتحف المصري اتنقل من غير ما يتسرق المقتنيات اللي فيه من متحف بولاء لمتحف الجيزة للمتحف المصري المعروف حاليا في التحرير اللي افتتح سنة 1900. هو اللي كان واقف وبيراقب هو ورجالته عشان خاطر ما فيش حاجة تتسرق. ماريت مات وجاب عديمة سبيرو وابتدى الدنيا تتلم شوية. الخديوي توفيق اللي احنا كنا مقطعينه المرة اللي فاتت هنا من شهرين على خيانته العرابي برضو ما فيش حد ليه عيوب كام او شامل العيوب ملوش حسنات. لا ده الخديوي توفيق هو اللي ادى دفعة لأحمد باشا كمال عشان يشتغل وبص على مشروع وجاب عديه عباس حلمي الثاني. كان راجل محترم جدا عباس حلمي الثاني، بس الانجليز ما كانوش بيحبوه لانه حب يخرج من الوصايا دي. ما هو من ساعه خديوي اسماعيل مسكننا بالحمايه، مسكننا بالسيطره على راس على الاقتصاد المصري. فاكرين موضوع مراقب انجليزي ومراقب فرنساوي والحاجه؟ بيشغلوا برضو الاثار بنفس الطريقه. خد البوش احمد باشا كمال وجسليم حسن بعديه، دول بقى اللي بيسموهم النخب. أحمد باشا كمال عمل معجم اللغة المصرية القديمة، ده لم ينشر حتى الآن، 22 مجلد، قطع كبير فيهم مجلدات منهم توصل لألف صفحة، موجود في دار الكتب والوثائق المصرية. ده أول قاموس للغة العربية. الرجل ده بعلمه في اللغات دي كلها الألماعي يقولك يا جان فرانسوا شامبليون بيعرف أربع لغات، بيعرف فرنساوي ولغة الهند القديمة واللغة الإغريقية القديمة. ما أنت عندك راجل بيتكلم 8 لغات بس مصري. أحمد باشا كمال وطلع من الصالون الفكري اللي كان بيعمله ده أعمدة ورواد في التاريخ كله في التاريخ. أمال إيه اللي مهد لمحمود مختار وإيه اللي مهد لكل القوميين في النهضة اللي حصلت لحضارة مصر؟ أحمد باشا كمال كان المفتاح، واحد من المفاتيح المهمة جدا. ده النخبة بيسيب أعمال بتفضل. الكتاب ده منزلش ليه؟ والقواميس كلها سير ألان جاردنر الإنجليزي وزيت الألماني عاملين قواميس عشان هم عندهم اللي ينشر. لكن سنة 1922 قبل ما يموت الراجل بسنة أحمد باشا كمال الله يرحمه اتعرض المشروع بتاعه على ثلاثة لجنة محكمين منهم جون فيرث الإنجليزي، واحد فرنساوي وواحد أمريكاني، عشان يقرروا إذا كان ده ينشر ولا ما ينشرش، لأن مدير المطابع كان إنجليزي فما حبش الموضوع ده يعدي. ليه ما حبوش يعدي؟ عشان خاطر الكتاب ده بيثبت أو المعجم ده بيثبت إن في أصول مشتركة ما بين العربية وما بين اللغة المصرية القديمة ومدخل مختلف تماما لدراسة اللغة المصرية القديمة اللي هي تفهمنا هي الدنيا كانت ماشية ازاي. كل ده تحط في التراب عشان نفضل احنا تحت رحمتهم السنين دي كلها، وعشان يفضل مسمار الفتن ده مغروس. وده ادى ان يطلع بقى عندنا دلوقتي طيارين. عندك طيار قومي متطرف، في منهم متطرفين بيسفهوا العرب ويسفهوا الاسلام ويسفهوا حضرة المسلمين، يقول لك ان دول شويه رعاه حفاه جم عشان خاطر يحتلوا مصر، وادي تطرف يقابلوا على الناحيه الثانيه التطرف اللي عايز يهد ابو الهول وشايف ان دي كفر الناس شغاله زي الفل بره علينا واحنا مش عارفين نشتغل بحاجتنا. هو ده اللي احنا مستنيينه. سليم حسن تلميذ احمد باشا كمال، ابني ابن ابو الهول ده
ده اللي نظف ابو نهول في الرمل في سنتين 36 37 كان هو اللي شال الرمل من حواليا، هو اللي حررني في العصور الحديثه. سليم حسن عامل موسوعه 20 مجلد اكيد حضراتكم عارفينها، نخبه. دي النخبه دي اللي بتفضل. جمال حمدان نخبه بتفضل، بلاش لعب في المصطلحات. مش اي حد طلع قال كلمتين وبقى خبير استراتيجي بقى نخبه. خدوا بالكم، بس انا عارف ان انتوا واخدين بالكم، وعارف ان انتوا واخدين بالكم كويس قوي، وعارف ان الشعب ده ما يضحكش عليه في حاجه، بس لازم نركز معاه شويه كتير قوي اليومين الجايين دول، ان احنا نحاول نفك الموضوع ده، لان الموضوع ده فعلا موضوع امن قومي حضاري. بما ان رئيس الجمهوريه الحالي المشير السيسي بيتكلم عن قضية الأمن القومي، هو راجل بيفهم كويس جدا في الأمن القومي، فأنا بدعوه لقضية مهمة جدا اسمها قضية الأمن القومي الحضاري، أمن دماغ الناس، أمن تاريخ الناس وعيهم وتركيبتهم، عشان الصراع اللي على لا شيء، الاستعمار، لا مؤاخذة أنا آسف استعمار إيه؟ اللي الاحتلال زرعه، واحنا عمالين نجني بس المحصول الزرعة الفاسدة، بيدمر وعي الشباب وبيسطمع الإعلام ومع التصحيح كله بيروح. طب ده ممكن يتحل؟ هو في حلول ولا هو كلام بس ابن عم حديد؟ اه طبعا في حلول، بس الحلول بتحتاج تنسيق عشان تقدر تغير مناهج تعليم. ده من أصعب ما يمكن ان انت تغير مناهج تعليم في دولة. المشكلة ان انت ما تيجي تغير مناهج التاريخ اللي هي نمطية تماما، بتديك كمية معلومات كتيرة جدا لكن بتوصلكش المعرفة، لازم بتصنع الأسطورة من أول وجديد. اللي أنا حكيته ده الأسطورة، وفي فرق كبير قوي ما بين الأسطورة والخرافة. دولة إسرائيل مبنية على خرافات ملهاش أصل ولا حقيقة، من النيل للفرات وشعب بلا أرض لأرض بلا شعب، الفلسطين ما كانش فيها شعب، كل دي خرافات. بس شفتوا عرفوا يسوقوها إزاي؟ عشان في تنسيق وفي خطط طويلة الأمد وفي قضية، حتى لو كانت خرافة واشتغلت لها كويس بالعلم هتنجح. انت عندك أسطورة اللي هي بتعيش كل يوم وبتدي الناس أمل كل يوم، وتعرف الناس تاريخها ومسؤوليتها تجاه الحضارة الإنسانية كلها، مش بس مسؤوليتها انها تحافظ على أمن بلدها، ده انت عندك مسؤولية تجاه الحضارة الإنسانية كلها. ازاي هنسيبها دي؟ وازاي مش هنشتغل عليها؟ عشان تغير مناهج التعليم لازم يكون في تنسيقية معمولة. أقول لكم تتحل إزاي؟ بقى في تنسيقية معمولة عشان خاطر بيتعمل خزان تفكير think tank، بيقعدوا الناس أصحاب الخبرات، وعلى فكرة في مني كتير موجودين، أنا مش سابق زماني. الكلام اللي أنا بكلم فيه حضراتكم ده أحمد باشا كمال كان بيقوله قبلية من 100 سنة، ما أنا إلا حتة منور بيحاول ينور على مناطق الناس تعبت فيها جداً جدا. مش هنخترع العجلة يعني، الكلام والأفكار موجودة، بس تقعد الناس الصح مع بعضها اللي يعرفوا ينسجوا من التاريخ صح ايه اللي يتقدم للشعب ده. تنسيق ما بين وزارة التعليم، ما بين وزارة التعليم العالي اللي هي بيطلع منها الملحقين الثقافيين، تخيلوا الملحقين الثقافيين مش تبع وزارة الثقافة، كوادر وزارة الثقافة في مناطق وهيئات داخل وزارة الثقافة ومراكز معينة يمكن إعادة تطوير وعي العاملين فيها، عشان اللي بيحطوا المسابقات لكل الأطفال ولكل النشأ ولكل الأدباء ولكل المبدعين في مصر من خلال مئات بيوت الثقافة اللي منطورة في كل حتة، يبقوا بيعرفوا يحطوا مسابقات في الاتجاه ده تخدم القضية في إعادة تنشيط الوعي بدور المصري. لأن الأغاني ما بتجيبش، مش مشكلة، الأغاني ما بتجيبش خالص، ولا التطبيل بيجيب خالص، كل دي مخدرات للوعي عشان الناس تفضل في اللي هي فيه. الموضوع محتاج إرادة، وإرادة الدولة في المقام الأول. إن لم تتوفر إرادة الدولة في المقام الأول في هذا الموضوع، أقدر أقول لكم كل عام وأنتم بخير. رجعت بقى من الصين، بقى الراجل فرفر مني، يا بقولوله الصيني بتاعهم ده فرفر مني. انا بعد ما قلت له الكلمتين دول قلت لا يا عم انا بلدي اولى بيا، انا ارجع وبرضه باسبوري في جيبي مفيش اي مشكله، اي منطقه اثار تانية في العالم احتاجت نفهمهم
نفهمهم ما نفهمهمش ليه؟ من أساس من الحاجات المهمة قوي اللي لازم برضو نركز عليها، إزاي إحنا بنعمل في نفسنا كده؟ سيبك أنت بقى المؤامرات الخارجية وبتاعنا كلمت عن المؤامرات الخارجية ما أعده الاستعمار والاحتلال عشان خاطر ده، لا لا، إحنا عاملين في نفسنا بلاوي. من أهم الفئات اللي بتتعرض للقضية دي يومياً على باب الله كده كل يوم الصبح، في فئة في مصر اسمها فئة المرشدين السياحيين. المرشد السياحي مش هو عم الترجمان اللي بيقول لك يوقف، فاكرين كان زمان كده كان في عم عبده ويوقف قدام الأهرامات في أواخر الستينات كده يجدي قبل ما يخلص الحكاية، ويجي الخواجة يقول له تعا خواجة This is the Sphinx. This is the Sphinx. The body, body line. And the face, face man. The body, body line. And the face, face man. ياخد اللي فيه الاسم ويتكل على الله. زي الفيلم بتاع مجدة وإيهاب نافع، فاكرين مجدة وإيهاب نافع؟ جايبة شوية كومبارس كده من قهوة زعبولة بتاعت الكومبارس اللي في شارع 26 يوليو في سينما كايرو، وملبساهم طراطير وبتاع واللي هندي وبتاع، واقف اكلمهم عربي. هو ده الناس تعرفه على المرشدين السياحيين. تيجي ليلى علوي برضو تعمل لك مسلسل وناس عايشه حياتها الناس دي اكتر ناس بتتعرض للقضيه دي، لان دول في ايديهم مسؤوليه الشرح. الدوله تعمل فيهم ايه بعد ما كان ليهم مكانه في المجتمع؟ تعمل منهم، تم اخراج كميات كبيرة، تخريج كميات كبيره جدا منهم، وتعملت العمليه سبوبه ومدارس خاصه، وخرج كميات كبيره قوي، وانت السوق عندك عرض وطلب. مهنة لم يهتم بها لأنها من أهم مهن الأمن القومي الحضاري. ما بس يحبوا يفهموا كويس قوي هو مين اللي بيشتغلها، يعني عشان المرشد السياحي، أنا 20 سنة مرشد سياحي فأنا عارفة بتكلم على إيه. عشان مرشد سياحي يشتغل ده بيعدي على كمية أجهزة كتيرة جدا، اسمه وتاريخ حياة أهله كله، عشان يمسك المهنة دي ويصرح ليه إنه يشتغلها. لكن الموضوع مش كده بس، المهنة نفسها اتنخربت، ناس ملهاش، الدولة مش راضية تديها حقوق، ناس قانونها محتاج تعديل، ناس 3 سنين ونص ل4 سنين محدش فكر فيها ولا عبرها، وقاعدين ساكتين وبيتكلموش، عشان الناس فاهمة حضارة. وتلاميذ أحمد كمال أغلبهم من تلاميذ أحمد كمال، ونفسهم اتسدت لأنهم مش قادرين ينقلوا العلم ده للأجيال اللي بعديهم بسبب اللي بيحصل فيهم. فالدولة لازم تهتم بالفئات المعنية، الفئات الأساسية. يا فرحتي ترجع السياحة ويرجع تاني أبو الهول، ويرجع تاني الواد حسن يبيع التماثيل الصيني بتاعته، وترجع أم حسن برضو هتسرح لها بأي حاجة ولا بتاع، أهو كله مصلحة. تترجع السياحة، عايز السياحة ترجع من غير ما تصلح أي حاجة؟ هنصحى ننام النهاردة ونصحى الصبح مفيش أي حاجة اتغيرت فينا، ولا استغلينا الوقت في إن احنا نطور أي حاجة عشان نستقبل، وهيجي السياح وهتوصل الأفواج ونستقبلهم بالورود والمزمار والتنورة والبتاع، وهي هي زي ما كنا زمان على قديمه. فهي محتاجة خطة، محتاجة خطة ومحتاجة تركيز في المنطقة دي، ودي ما فيهاش أهل ثقة، فيها أهل كفاءة. ألا قد بلغت؟ اللهم فاشهد. أنا هرجع أقعد مكاني وديني قاعد مستني لحد ما نشوف إن شاء الله ترسى على إيه في الفترة الجاية دي. أنا متشكر أوي إن أنتوا جيتوا. أنا متشكر أوي إن أنتوا جيتوا. الماتش الألمانيا والبرتغال بصراحة كتر خيركم، أنا مش عارف أنتوا عملتوها إزاي دي. ماتش جامد. مولع. ما انا بحاول هو عشان خاطر بقى اديكوا فرصه. الماتش السابق كام يا جماعه؟ ايه يعوض عليك ربنا في الماتش، معلش ماتش وعدى 3-0 المانيا. شفت ايه اخبار اليميش؟ اشتريته يميش رمضان؟ ايه اخبار الزحمه اللي في كارفور؟ ايه سيبكم بقى من الكلام الكبير اللي اتقال ده. ايوه اتفضل، 10 دقايق وهنقفل. اتفضل حبيب قلبي. وما هناك في الصين هو عيب، ملوش تأثير طبعا على السياحة في مصر، بس هم هناك هيبيعوا أكتر، هو عنده دخل، عنده رجل أكتر وعنده نظافة أكتر. مش مشكلة تسيبك من منطقة السياحة، عشان السياحة مش بس فرخة بتبيع، فرخة بتبيع بيضة ذهب للدولة، لا، ده الفكرة إن أنت بتفرغ الرمز من معناه، الرمز اللي أنا قلته في الأول خالص اللي هو رمز الإنسانية الكامل، رأس قوة العلم والفكر
ثلاث قوى في كل انسان موجود جواكم، العلم والفكر، القوة المادية في الجسد الأسد، قوة العقيدة في اتجاهه ناحية الشمس. ده المثال اللي انت بس مجرد افرغه من معناه، ما تشرحش معناه كويس، شوق الناس ان في تحتيه انفاق بتوصل لحتت، او ان هو معمول من 10500 سنة. فاكرين الصورة دي؟ اوريكم شغلانة كده، مش هما من 3 ايام هاجوا كده مرة واحدة في الاعلام وقال لك الحق في منظمة صهيونية اسمها منظمة ادجار كيسي دي بتحفر تحت ابو الهول عشان خاطر توصل تحت المخالب بتاعته في اسرار حضاره اطلانتس اللي فيها سر نهايه العالم سنه 2038. ما سمعتوش الكلمتين دول؟ والقرموطي كان بيصوت، تعرفين القرموطي اللي من دول بيعمل حاجات غريبه قوي، بيركب عجل وبيلبس. القرموطي عامل شغل عالي جدا والله العظيم، ربنا يوفقه. العيب مش عليه، العيب على فريق الاعداد، والله صعبان عليا جابر جدا في البيئه، مش عارف فريق الاعداد بتاعه بيعمل فيه الشغل ده ليه كده، والله العظيم حرام عليهم. جاي دلوقتي يقول لك الحق، وجايب لك فيلم قديم ما فيهوش ابو الهول اصلا، وكل شويه يشتغل لك بقى الشغلانه دي، الشغلانه بتاعت عمرو مصطفى والماسونيه الحق. اه طبعا ادجار كيسي دي مؤسسه صهيونيه، طبعا ادجار كيسي ده من اللي بيقولوا عليهم الانبياء الرائين، واحد طلع في امريكا كده في بدايه القرن العشرين متنبئ زي نوستراداموس. وفي مؤسسات بتصرف في الخرافه فوق ما حضراتكم تتخيلوا، وبيقنعوا الناس ان هنعمل مجسات لان في تحتيه غرفه، ولا غرفه ولا بتاع، بس هم عايزين يبيعوا، بيبيعوا الخرافه وبيلعبوا على الفضول والفراغ بتاع الناس، واحنا هنا نلقفها الحق، واحنا نتعاون معاهم ونديهم اثار مصر، يبقى هم برضو عقده الخواجه دي، ويجي ناشونال جيوغرافي بفلوسها تاخد الحق الحصري من 5-6 سنين في النهايه تحلل الدي ان ايه بتاع المومياوات المصريه عشان يشوفوا صلات القرابة بينها. هو طرطور هلبسنا يقول لك صلات القرابة بينها، ولا عشان خاطر بعديها بثلاث أسابيع يطلع لك واحد عالم سويسري يقول لك في سويسرا اكتشفنا إن جينات توت عنخ آمون هي جينات مقاربة جدا للأوروبيين. يا سلام، بتسيبهم ليه؟ بخشوا على الدي إن إيه بتاع مومياواتك لو في خطة بقى، ولا هي الفلوس بتسهل كل حاجة، ولا هو حق البيع الحصري بيسهل كل حاجة؟ الموضوع أبعاده واسعة.